السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بإذن الله، هنشوف ونعرف الترددات اللي مش موجودة عندنا النهاردة. بإذن الله هنجيب زي ألوان القناة محببة للكل، ناس كتير بتتابعها. إن شاء الله هنجيب الطريقة بأسهل وسيلة، لكن ياريت لايك واشتراك في القناة لنستمر بإذن الله فضلا وليس أمرا. نخش على طول على الإعدادات عشان ما ضيعش وقتكم، نخش على التركيب عن الريموت، نخش على المنيو ونجيب التركيب على طول. أربع أصفار، أربع أصفار، البحث عن القنوات، جهاز الإرسال، معرف من قبل المستخدم. نخش على نحط التردد، واحد واحد اتنين سبعة سبعة، سهلة جدا جدا إن شاء الله. الاستقطاب عمودي الإف AC 5/6، سهلة جدا. التردد 1 1 2 7 7، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 2 7 500 5/6. نخش على طول نسمي بسم الله وإن شاء الله نلاقيها ميسرة بإذن الله تعالى. نزل معانا ما شاء الله، معانا 11 26، كل القنوات بتنزل بسرعة. العملية كلها دقيقة أو دقيقتين يا جماعة، مش ميسرة بإذن الله. أتمنى لو عجبكم الفيديو يا جماعة تشجعوني على نزل معانا بعون الله بأمر الله زي ألوان وزي أفلام. معانا زي ألوان حضراتكم أهو، ومعانا زي أفلام وباليود أفلام وباليود بلس. أتمنى نكون وفقت بإذن الله. كل القنوات اللي تبع التردد او اللي في التردد ده نزلت معانا كام قناة هندية اهو، باليود افلام، باليود بلس، زي الوان وزي افلام بسهولة جدا. اتمنى يعجبكم الفيديو واتمنى تشجعوني عشان استمر. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معاكم النهاردة قناتي انا وحياتي لبحث عن تردد زي الوان.